هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اخيرا بنسوي فيديو انا مع زيونه. راح نسوي خوش تحدي عن الفاشن وكذي، بس اول شيء راح مرينا ستاربكس عشان ناخذ لنا شيشين شربه ونبلش. انزين قلنا الحين بنروح H&M عشان بنسوي هناك شي تحدي. انا كنت قالت لكم من قبل بس قاعد افكر انه شنو يكون، فقلنا هي تسوي لي ستايل وانا اسوي لها ستايل، يعني انا انقل لها هدوم. شنو تبين ماما؟ انا سويت. شنو انت شنو تبين تسوي؟ تبين تحطي بلوتوث؟ ما يصير انت حاطه واير. ليش؟ ما راح يشتغل العدل. ليش؟ الكلمه الشهيره كانت ليش؟ عندك اياها؟ سويت رياكشن. ليش؟ انزين فهي شي انا راح انقل لها لبس، هي راح تنقي لي لبس، وقاعد افكر ان لما نرد البيت عشان ان نقايسه ما نكون شايفين، يعني ان نغمض عيوننا ما نكون شايفين. عرفت؟ لين عرفت عرفتوا، فان نكون مو شايفين الشكل الا لما خلاص نلبسه شي كامل، وانه يعني سبرايز. بس انت راح تقولون منو اللي ستايلها احلى، انه يعني شنو ان هم شنو يحكمون منو اللي كانت يعني سوت ستايل الثانيه حلو كذي، صح؟ اي ان يعني منو ان احس ان انا شنو اللي احس لا ان اقصد ان يعني انه يلوق ان الثاني اكثر، فهمتي؟ لا انه مو انت بتلبسين نفسي وما بلبس نفسك. لا خلاص غيرنا هذا الشيء. غيرنا الحين. انا توني قاعد اتكلم، ايش قاعد اقول؟ قاعد اقول انت راح تسوين لي ستايل وانا اسوي لك ستايل، بس ما له اصلا. هذا اللي فكر فيها، ما له شغل منو لبست شنو. فهمتي؟ لا انا راح اسوي لك ستايل وانت راح تسوين لي ستايل. انت انا اختار لك هدوم وانت تختارين لي هدوم، بس ان هدوم حلوه، مو شرط احد يشابه احد وشي. ها شو انت تبين؟ ابي جسمه، ابي اجيب ملابس نفسي، ابي اسويك نفسي ان انت انا. يعني انت تسويني انا وانا اسويك انت. لحظه انت تسويني انت وانا اسويك انا. اي انا ولا انت؟ انا اللي جاي لها البيت. تردتني البيت والله، تردتني. هذه ابي القطه وايد قديمه. مليون انزين سمع شنو انت قاعد تقولي؟ يا شيخ ماما قطات. انا اقول هذا شنو؟ انا تسويني انا وانا ترى ما حد فاهم شيء. انت اللي قلتي انا. انت راح تسوين، راح تنقين يعني تختارين لي لبس يصير ستايلك، وانا اختار لك لبس يصير ستايلي. يعني عرفت شكلك؟ ترى هذا الوضع، اذا انا بسويك ستايلي اكيد بليزر وكذي، فانت ما راح يعجبك. بعدين اخسر ما ابي. لا انا انا بسوي كذي بكل برود. انا بسوي كذي شنو؟ لا نايمي. انا بلبس ملابس على ذوقي، انه كذي جاكيت ليجنج. ما يصير تقولي وانا توني اقول نغمض عنا ما نسيت. ما يصير يعني الحين انا دري. الصيق لا هو مو حقهم انا، انه راح تفاجئيني. والله مو فاهمة ليش تبين تبكين. زين احنا يعني فن هذا الحين. اخاف لما ما فهمت والله. ليش تحسسيني اني شرشبيل؟ هي صدق الضحكه ضحكه شرشبيل، بس يعني مو معناته تحسسيني. ما لي شغل ماما. لا انت تعصبين لما شخص ما يفهمك، وانا قاعد احاول افهم. انا مو اعصب لما ما تفهمين. الفيديو كله صراحه عيب. انا اعصب لما انت تردين علي برياكشن انا ما افهم.
انت كلامك كله رياكشن، ما تكلمين جمله عاديه كله يعني ماما نروح شنو امل من شنو طحنا الخواطر، ما اعرف الجمله مو فاهمه، مو فاهمه شيء اللي تقولي والله. انا هني اعصب على كذي. المهم احنا الحين بناصر للحين ما عرفنا شنو التحدي. خلاص انت راح تلبسيني على ذوقك وانا البسك على ذوقي، وهم الناس يقولون اهم شيء الناس يعني وهم راح يقولون انا ليش دشيت من الشارع كله شي تحويلات وين راح نطول، وهم راح يحكمون منو اللي صار الستايل مالها حلو. اذا قالوا ستايل زيونه حلو يعني انا فايزه، واذا قالوا ستايل سمر حلو يعني انت فايزه، فهمتي؟ شنو هي؟ ترى ما ادري وين اروح، الف هني؟ انا ستايلي احلى. شنو يعني؟ بس انه هم ما يحبون ستايل. يعني ما منو قال انه هم ما يحبون ستايل؟ لا انا احس الاغلبيه ان اغلب اللي عندك انه نفس ستايلك اكثر، انا شنو احس؟ من يقول لك؟ انا نص اللي عندي كلهم بس يقدرون يسالون عليك انت ويقولون نبي زيونه وما شو، يحبونك اكثر مني. فاكيد راح يحبون ستايلك اكثر مني. إذا نسي شنو أنا ستايلي مو سيمبل؟ والله لا ما أدري. إنزين شنو تبين يعني؟ خلاص أنت قولي شنو التحدي راح يكون؟ شوفي إذا أنا أقلد ستايلك سهل، بس أنت راح توهقين إنك تقلدين ستايلي صح؟ خلي التليفون امك قاعد تكلمك عب. انزين انزين شنو خلاص هو ترى ماكو حل الا كذي، ان انت راح تسوين ستايل حقي وانا راح اسوي ستايل حقك، وهم بس يقولون شنو الستايل الحلو وبس، وماكو جائزه ماكو شيء يعني، بس ان كذي. ها تبين جائزه؟ انت يوم النودلز انا فزت ما اعطيتيني شيء ولا نسيتي؟ هذا كان غير حبك سفاح. حبك منجا وتفاح. منجا؟ مكتوب جي. منجا. إنزين. إيه بس ما تنطق منجا. خلاص هي تقولها منقاه. منقاه؟ إيه منجا. إيه هي تنطق منجا بس تنكتب بالجيم. لا شوفي. أخي. أبيت يوم أبغيت العربي تقول شو اسمه؟ أنت الحين 11 طبعا ما داعي أشرح لكم الهاء. الهاء والهاء الثاني فيها نقطتين فوق تاء مربوطه هذه إيه والثانيه ما له داعي ماشي وانا ما ادري اكتب طلع بالالف ولا بالهاء والله غلط ما يصير يا زيون المصفط ينطرنا شفتي شلون حلوه الفيات طاي لونها منو في فيات بس تخربي لنا الفيديو على الفاضي يعني ما يصير موسيقى لا تقدر مو يوتيوبر ما ادري هاي انا مو يوتيوبر انا حصلك تكونين يوتيوبر انا تيك توكر تيك توكر نطره وبعدين يتسكر التيك توك هذا شو يفيدكم 300000 وصلتي 300 باقي ما وصلنا لا تشخين علي انت قبلها تصنين 10 قاعد تقولين كان عندها 5 تقول عندي 10 لا تكذبين انا عمري ما كذب لا 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 لانه يبين عمري ما كذب لا 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 تعلموني يلا وصلنا اجرا وينه؟ ما نشوف تعالي تعالي عشان نبدي مع بعض لازم نحط وقت راح نحط وقت ما راح يصير كذي هذا كم الوقت اللي نخليه؟ 5 minutes شنو في؟ لا 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 ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة 15 دقيقة عشان تصير سريع ونركب اي اي 15 دقيقة 10 دقائق 10 دقائق اوكي؟ فالحين زيون ذهبت اوكي انا زاهبه راح ندش مع بعض تعالي انت صوري على بس على وجهك زين يلا 1 2 3 جو هو شنو كان التحدي؟ ترى مو من هني من تحت من هناك الله في اشياء حق رمضان كنا حلوه
والله زينة ما تبين حق رمضان؟ ما في وقت ما في وقت. صح 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 صح, صح. يلا أنا بس خايفة من الأغاني اللي بالمحل. أحس هي إيه ستايلها كلها كذي يعني أشياء. أنت وين؟ ما يصير. أنا ستايلي بالملابس يعني كلها كذي أسود بأسود. وماما كلها ودها تذبحني بس إن أي تقولي. فما أدري شنو آخذ لها. لا أنا كذي أحب. هذا مع ليجينج. بسم الله تمين. الله بي سويت بانتس. أحب بلاك سويت بانتس. يا. هاي. مو لاقي وايد أشياء. مي أنا. أنا أحب كذي. خلصنا. انا راح اسوي لك ستايل وايد راح تستانسين عليه وايد حلو. خلينا نسوي تشالنج مال سلطان فجاه. انت 60,000 شيء بنفس الوقت. جسمه في ماكدونالدز سارة مني. ابي درايف ثرو. هذا درايف ثرو. يو كان جو. هذا درايف ثرو ما ادري. قاعد تقول لي نروح ناخذ نجرب شو يسمونه فيش فيلي. ما ادري ما جربناه بس تقول حلوه. مو انا اقول رفيسي. اوكي انا ما هي تجربتها بقى تقول انها حلوه بس انها خفيفه. اي حلو انها خفيفه. اي بس ان انت مو ماكله فهي تقول ان هي ما تكون وجبه. فهمتي لما تشبع كذا. لا بلا مع بطاط وبيبسي تشيزي. بطاط بطاط. اذا وين اروح الحين عشان احصل؟ ابي بطاط مال ماكدونالدز مع شي برد اوريو او فانيلا. بس بكتي برد فانيلا مع بطاط ماكدونالدز. اي ماكدونالدز طحن الخواطر. ترى انا مو داله. انا وين قاعد امشي اخاف اطوف. ماما كلنا بالكويت ما طبت. اي يمكن اروح انت. ايش عندها يسا؟ شفتي عشان تتعبين عليه؟ لان عيسى كل ما يغني يقول يقولون وما ندري من هم اللي يقولون. بقول هذا ان العرب عيدين وعيادنا خمس. عند العرب عيدين. ايه انا ما يقولون منو. زينا انت تصورين سنابات. ايه هذا كله تقولين لي اياه. هذا انا. من المدرسة انا. ترى طول اليوم هي تتكلم كذي. هذا اوكي هذا انا عارفه. انا ومن نور عند قريب الصبح. ابي انام وما ابي انام. ما ادري انام ولا ما انام. انا قبل اروح المدرسه انام اخذ لي غفوه. هذا حتى انا قبل الدوام اخذ غفوه ولا ما اخذ غفوه يمديني. السلام عليكم. انا من زمن الطيبين الناس اللي يكون على نياتهم. نستخدم قام يبكي بزاوية. أنا لما أجي الأستاذ. يا جماعة ضحكنا استانسنا. هذا كل يوم سبت تحطونه. زين خلاص يلا خمس سوالف مع بعض. ودي أبكي ودي أصيل بس ما في دموع. أبكي من الداخل. أنا جوا مطر. أنا حاليا فندوخه والله فندوخه. في بعض الاحيان ينتقل الانسان على الاقل ويتراجع عنها. انا لو دشيت على الميم. طيب سلو ستريكس. كل هذول تفهمهم. يما رحتيني. يما كل هذول عشان يعني تركي تشوفوني يعني. يعني مثلا ربيع كان من دسمان يعني ما جاب معاهم كل يوم بس عشان تشوف ايه عشان كذي يعني. كان اوريك شو اسمه هذا الرياكشنات اللي انا استخدمها. اوكي
ليش مال ماما؟ هذا اول شيء. هذا لستي معانا باكبر جائزه. ايش دخل؟ ايش دخل؟ هذا جد كل مره تنسى كل وكل ما نسولف يقول ايش دخل؟ الجائزه لستي معانا. انزين انتم الحين هذه عشان افهم هذه رياكشن يطلع بتيك توك فانتم تستخدمونه بس مو انتم يو كرييت الرياكشن. لا بس انا لما كنت بعمرك كنت انا اي كرييت الرياكشن. يعني مثلا خل اقول لك يعني مثلا شنو كنت اقول مثلا لما نتوهق ولا مثلا احد بيطيح علينا ولا بنسوي شيء ولا مشكله شنو كنا نقول؟ حفله امبي امبي حفله لا شو سيئه يعني مثلا هذا كنت يعني انا كرييتيف يعني كنت انا الفته كل ما يصير شيء اقول حفله ونسوي كذي. انزين مثلا مطلعين يعني لما احد مثلا يقول لك ان مثلا شلون سويتي كذي يعني مثلا عرفتي يعني مثلا تي باي شيء لا مو حفله تقولين كذي او هذا كذا انا حبت طقي عليه قاعد يصبر عليك. انزين فكذي يعني انا ابتكر الرياكشنات مالتي يعني ماما ترى احنا بعدي مثلا ترى هذه امل ترى بس انا ربعي يقول في شيء لما اقولها إيه بس هي إيه اساسا رياكشن بتيك توك صح؟ اي بس انه اي انا اقصد ان انتوا عرفتوا حتى كمان شارك حتى كمان اي بس انتوا مو الفينا إيه انتوا شايفينه إيه هذا اللي انتوا لازم انتوا تالفون الرياكشن يعني تصيرون يعني المرحله الثانيه تكونون كرييتيف تالفون يعني مثلا نفس نور يا الله يا الله هذه شي نور إيه يعني عرفتي اي شوفي هذا انا حقيقي وايد هذا ما يجيب له شيء هذا مثلا هذا اي راسي ابوي ماما انت ما قلت لي السالفه امس تخيل انا يا جماعه لما اسولف اقول لك اي راسي وايد بدون ما اقصد شنو هذه قاعد تكحل هذا حقي من حاجات محقت خلاص تعلم دينه والله من حاجات يعني من هي صوبك ليش مستعده اني بلف عليك ما لفيت عليك كاملي كان يقول ان شو اسمه ان الاستاذ فلما يا امس فان ما يقول لنا حلي المساله بقول اه يا راسي هو قاعد يقول اه يا راسي الاستاذ بعد انا ضعت اي راسك اي راسك قولي السالفه من الاول الله يخليك عشان افهم هذا قاعد يقول الاستاذ الاستاذ يعطيني مساله احلها يعطيني مساله تقول لنا اه يا راسي يقول لي ان ما ادري من حقدني بعدين رد اعطاني مساله ثانيه انا اقول ان اه يا راسي يقول ايه موضوع راسي جديد انا اقول ان سالنا بس ان رياكشن شيء معلق بمخي هو ما فهم طبعا شنو ايه ما فهم ايه فقاعد يكتب المساله فلولو دازا فويس استاذ شكري؟ اوكي لولو دازا فويس فانا ابي اسمع فويس فقبل لا تبدي بس اقول اه يا راسي والله ما ادري ليش اقول ايه موضوع راسي انت ما تختم على دول اقول ايش ايش صراحه يمثلني استاذ شكري يمثلني هو نفس الشيء يعني ترى ما نفهم زيونا يعني انتم تكلموا هذا الاسلوب مع بعض لا تكلموا انا معانا ما انت ما نعرفه يا راسي منك انت يا راسي انا خلاص بنهي علاقاتي وبسك كل شيء بحياتي وبس بسولف مع جود الوحيد اللي تفهم لي رياكشنات لما اسولف معاه ما احس اني مجنونه شنو قصدك ان لما تسولفين معي تحسين انك مجنونه بس انا مجنونه اي يعني تحسين انك مجنونه لما تسولفين معي مشكوره اي منك اكثر مشكوره بس معنا اذا في شيء ثاني تسوينه غير امل وما شنو تسوين هذه ما شنو هذا هو اللي تسوي الفيديو الاه لا مو اه تقولين شيء ثاني الاي اي هذا إيه. هذا وايد خايس هذا وايد خايس تتكلم تسوي اي تجيب نص الكلام شنو هذا ماما في واحدة من ربعي شو اسمه قاعد تسولف مع امها كانت مشتاقه وهي تسولف مع امها حلو فقاعد تقول ان والله تخيل بعدين والله اللي تقول لي بعدين تخيل صار شيء والله اللي تقول لي وايش اللي تقول لي شو اقول ما اللي يقول لي لا مو بعدين انت اللي يقول لي والله امها انت ايش قاعد تقولين والله معلش انا لما اسولف حطيني اثنين ضد
ليش صفت؟ آه يا راسي خلاص لا تقعدين تقولين وانا دايخه تخلين طاقتنا كلنا دايخين. اذا شنو يعني اللي خلاص ما راح تنامين ترى الحين. تيلو انا مو مداومه انا قلت لك. لا نامي نفس العالم والناس اللي قلت لك زيونه والله اذا بتتمين كذي تسوين حركات ترى بالليل راح اخذ تليفون منك كيفك. اوكي سو الحين راح نبدي ما راح اخلي زيون تشوف شنو وش يسمونه راح البسها ف راح اغمض عينها. زين شيء يعني دوخت ولا دوخت؟ ما عليك الحين انا راح نقيت لك شيء بس اوكي تتبطل؟ بكتب على فكره. اوكي فالحين راح ابدل لها وبعدين ابطل شيء عشان هي تشوف وانت بعدين راح تقولون منو احلى اللي انا سويت لها اياه ولا اللي هي سويت لي اياه. اوكي تعالي يلا. ماما وخي لا تجي ترى قربي. اوكي دفي 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 يلا مستعدة؟ شوفوا في أنا أخبرنا يوم مرة تلا أبداً هذا ستايلي أنا. إيه إنت شو المشكلة؟ إيه إحنا ما إحنا خلاص إنت إيش فيش ذلك المراضية هذا يعني أول ما في ستايل أحد ما شنو أنا راح لبسك لبس وإنت تلبسيني لبس بس هو أول أحلى حلو هذا إيه أنا فوز. ليش إنت تفوزيني؟ أنا لابسة لبس ايه ما في فوز خلاص ما في فوز المهم ان هذا الستايل اللي سويت له هي عجبك؟ ايه يا الحين دوري يلا يمكن اطلع فيه انا ويت هل هو يجيبي؟ والله ما قاعد اشوف اي رقم يعني حتى لو قاعد اشوف ما راح اقول الرقم صح. شوفون عدل بعد ما شافوا بس دخ يا زيونة أوكي لف الصوب الثاني عشان يشوفون بتشي الديتيلز. واو سبايدي لا 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 حد حلو. أوكي يلا شوف أمل هذا شنو زيونة والله حلو أنا أفضل ما ادري انا والله حلو كذي عشان الصيف الحين يعني انت مقتنعه؟ احس حمد راح يحبه بس ما ادري يعني احس لي كذي 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 يعني انت لازم تروحي فوق الطاوله ما تقدر تروحي انا احس ان انت كذي تشوف شويه دقه يعني يعني تقريبا بس حلو طلع والله او كان المفروض يضحك صدق صح طلع حلو كان المفروض يجيب التاي على سوي البطونه لا كان في واحد ضايع سوي والله ما كان في واحد ضايع لا حلو ما ادري والله انتوا اعطوني رايكم اخليه وانا هذا عاجبني بس هذا حلو صدق قاعد تجربين تلو تلو المهم هذا كان التحدي عاد انتم ما ادري كتبوا بالتعليقات شوفوا اذا شو يسمونه يعني قولوا لي اذا حلو مو حلو شيء يعني ما ادري المهم فهذا كان الفيديو حق اليوم ان شاء الله تكونون حبيتوه اذا حبيتوه اعطوه ثمز اب ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي واهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي لان يا جماعه وي شود بي فريندز احبكم وايد وايد وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي ويلا باي.